أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هنو، والنهاردة إن شاء الله نعمل لكم وصفات تعجبكم وتنول رضاكم. بمناسبة الشهر الكريم هنعمل لكم وصفتين، واحدة فيهم حلوة وواحدة فيهم حادق. أول وصفة هتكون كيك الخروب، وتاني وصفة هتكون كالزوني بالبدنجان المقلي. يلا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نعمل الوصفات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الخروب. ومقادير الكيك هتكون 6 معالق كبيره زبده، 1 كوب سكر، 3 بيض، 1 معلقه صغيره فانيليا، 1 كوب شراب الخروب، 1 كوب لبن رايب، 3 كوب دقيق، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1 معلقه صغيره بيكنج صودا، ورشه ملح. وبعد كده هنعمل آيسينج برضو بطعم الخروب. هيكون مقاديره 6 معلقة كبيرة زبدة، 2.5 كوب سكر بودرة، وشراب الخروب على حسب الرغبة، حسب المذاق. الشراب الخروب ممكن نجيب أي عصير خروب أو ونقصره على النار، نحطه على النار لحد ما يقصر خالص ويبقى يعني يبقى تقيل زي الشربات بتاع الكنافة، أو نجيب الشربات بتاع الخروب الجاهز اللي بيبقى موجود في الأسواق. أجيب معلقة وهنبتدي بالكيك، وهنحط الزبدة، والزبدة هتبقى بدرجة حرارة الغرفة، وهنحط معاها السكر، وهنضربهم مع بعض لحد ما يبقى الملمس بتاعهم زي الكريمة، وفي نفس الوقت هنحط المقادير الجافة كلها مع الدقيق. هنتأكد ان هم مش لازقين في الجنب، ونزود معاهم الخروب، ونكمل نضربهم مع بعض. ودلوقتي نبتدي نحط البيض واحدة واحدة، ونفضل نضربهم مع بعض.
اوكي نتاكد ان كله بيختلط ببعض كويس. نضرب مرة تانية. زي ما احنا شايفين في حاجات لازقة لسه على الجنب، وممكن نضيف الفانيليا دلوقتي. اوكي دلوقتي كله اختلط ببعضه، فهنحط الدقيق اللي خلطناه بباقي المقادير الجافة، وكمان هنحط اللبن الرايب. ومش هنخلطهم ببعض كتير، احنا يدوب هنخلطهم ببعض لحد بس ما يمتزجوا، وبعد كده هنحطهم في الصواني. اوكي كده كفاية خالص. احنا جهزنا الصواني بزبدة ودقيق، وبرضو ناخد البول بتاع العجانة ونقلب علشان نتأكد ان كل المقادير اختلطت ببعضها، مفيش دقيق في القعر، مفيش اي مقادير مختلطتش بالباقي، لان احنا ما ضربناهاش كتير في العجانة. فللتأكيد بس نخلط برضو بإيدنا ونجيب من تحت لفوق علشان نتأكد ان المقادير كلها اختلطت كويس، وبعدين نحط في قوالب الكيك المتجهزة بالزبدة والدقيق. أجيب معلقة وأفرد الكيك علشان أساعده يتفرد في الفرن. بس زي ما قلنا قبل كده كتير إن الكيك بما إن فيه زبدة هو هيفرد لوحده في الفرن، لكن نساعده علشان يطلع مساوي على قد ما نقدر. ودلوقتي ندخل الفرن على 160، وهيقعد حوالي يعني من 40 دقيقة تقريبا. وده بيبقى شكل الكيك لما بيطلع من الفرن، وفضل لنا بس ان احنا نعمل له الايسنج بتاعه. هجيبه بس على جنب علشان اعمل الايسنج هنا. ودلوقتي هحط الزبدة
وهضربها شويه صغيرين لوحدها لحد ما اخليها اطرى شويه، وبعد كده هبتدي احط لها السكر بودره شويه شويه لحد ما توصل للملمس اللي انا عايزاه، وبعدين ازود لها برضو شربات او شرب الخروب اللي احنا قصرنا على النار. اوكي، هنزود دلوقتي جزء من السكر البودرة، حوالي يعني اكتر من نصه، ونضرب ونشوف الملمس اللي احنا عايزينه. اوكي، وكده الفروستنج جاهز. وبرضو ناخده نقلبه، نتأكد ان كله متقلب كويس مع بعض. ودلوقتي نبتدي نحط على الكيك. هنوزع بس شوية على دي وشوية على دي. كده يبقى عملنا حلويات رمضان بطعم العصاير اللي احنا بنحبها في رمضان. وبكده تكون كيكة الخروب بفروستنج الخروب جاهزة، ونطلع فاصل ونعمل كالزوني البدنجان مع بعض بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي الكالزوني بالبدنجان. ونبتدي بالمقادير. العجين هيكون مقاديره 2 كوب دقيق، 2 ملعقة صغيرة خميرة، واحدة ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ونص كوب مية دافية. صوص البيتزا
المقادير بتاعته هتكون واحد كان أو علبة طماطم كاملة ومقشرة، وهنقطعها بالسكينة، ثلاث معالق كبيرة زيت زيتون، اثنين فص ثوم مبشور، واحد معلقة صغيرة أوريجانو مجفف، ملح على حسب الرغبة، واحد معلقة صغيرة ريحان مجفف، وواحد معلقة صغيرة سكر. الحشو هيكون اثنين بدنجان متوسط مقطع شرائح، وبعد كده الشرائح مقطعة إلى مربعات أو كل شريحة مقطعة ربع، وهنقليها بالبقسماط. وطبعا هيكون الحشو الثاني هيكون صوص البيتزا، وبعدين هيبقى عندنا 2 كوب موتزاريلا مبشورة. نبتدي بالصوص علشان ياخد وقته في السوى. وبعد كده هنحضر العجينة، هنحط زيت الزيتون، وبعدين هنحط الثوم والأوريجانو والريحان المجفف. يدوب بس عايزة أشم ريحتهم حاجة بسيطة خالص. بعد كده اوكي ابتديت أشم ريحتهم كده كفاية عليهم. هحط صوص الطماطم أو الطماطم الفلكان ومعاها الملح والسكر، وأسيبهم على النار، هوطيها خالص وأسيبهم على النار لمدة نص ساعة. تفضل يعني على نار هادية كده لحد ما تستوي والطعم بتاعها يتسبك على الآخر، ونسيب دي ونروح نعمل العجينة. هنحط الخميرة والمية، وهنا في العجينة دي ما عندناش سكر، فالبديل اللي هنحطه هو شوية دقيق، لأن الدقيق عبارة عن كربوهيدرات برضو، فده يعتبر غذاء للخميرة بدل السكر. وهنسيبهم مع بعض لحد الخميرة ما تطلع ثاني أكسيد الكربون، وبعد ما يخمروا مع بعض بعد حوالي 5 دقايق هنحط بقية المقادير اللي هو بقية الدقيق والملح وزيت الزيتون ونضربهم مع بعض. العجينة كده بقت جاهزة، وبعد كده هنسيبها تخمر لمدة ساعة لحد ما تبقى ضعف الكمية، وأجيب العجينة اللي احنا سيبناها تخمر من قبل كده.
طبعا ممكن نعمل كذا كالزوني كبير صغير او واحد كبير، فانا النهارده هعمل واحد كبير. ونحاول نفرده من كل الجهات. اوكي. في الوقت ده عندنا البتنجان، البتنجان ده احنا هنحطه في البقسماط. وبعد كده هنقليه، وده هيبقى شكله بتنجان مقلي عادي خالص، وده هيبقى شكل صوص الطماطم اللي احنا هنجهزه بعد كده، بس طبعا عشان يبقى مش سخن عشان ما يبوظ العجينة. وتالت حاجة بالنسبة للحشو هتكون جبنة الموتزاريلا. هجيب الصينية اللي هحط فيها، وهبتدي بان انا احط العجينة هنا لان هيبقى صعب ان انا احركها بعد ما احط عليها الصوص وبقية الحشو. وأول حاجة هعملها إن أنا هجيب صوص الطماطم، وبعدين البتنجان، وبعدين جبنا الموتزاريلا. وبعدين أقفل عليهم بالشكل ده. وأجي بالشوكة احطها في الدقيق علشان ما تلزقش، وابتدي اقفل بالشكل ده علشان الحشو ما يطلعش. من الكالزوني، وزي ما قلت ممكن نعملهم صغيرين او كبار بالحجم ده. وادخل دي الفرن، واطلع المحطوطة في الفرن اوريدي علشان نقدمها مع بعض. وده بيبقى شكل الكالزوني بعد ما تطلع من الفرن. ويا رب تجربوها وتعجبكم، واشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله ان شاء الله، ورمضان كريم.